من حرائر اللاذقية إلى كل سيد حر جاد فأنار ظلمة القهر وبث فينا الأمل وصدح صوته بالحرية إلى ابن الحرية ووسامها عبد الباسط ساروت. نستمد من الله ثم من أمثالك الثبات والتضحية والإباء، فأنتم الساطعون وأنتم رسل الشعب العظيم شعب سوريا، ونحن حرائر اللاذقية ننحني أمام صوتكم ورسالاتكم، وما بياناتنا إلا تأييدا واستمرارا لتضحياتكم ولخروجكم الذي ترسمون فيه الحرية التي تدرجت بدماء شهدائنا. وإننا نقف معا يدا بيد لنحقق مستقبل العزة والكرامة، ونعلمكم بأننا في مدينتنا اللاذقية المحتلة، ورغم حملات الاعتقالات والتعذيب الوحشي، ورغم تطويق الأمن والشبيحة وفروع الاستخبارات التي تملأ الأسواق والأحياء المدارس والمقابر، نحاول نشر بياناتنا لنقول أن صوت اللاذقية ما زال ينادي بإسقاط النظام وإعدام الأسد، وإن عيون الأطفال وقلوب الأمهات وألسنة الآباء تصلي وتلهج بالدعاء وتدعو بالنصر لكم ولنا ولكل ثائر، وإنا غدا لناظره قريب، وسيأتي بإذن الله فجر ونصر مجيد، وسنغني معا لحريتنا ولكرامتنا. جنة جنة جنة، عاشت سوريا حرة أبية.